السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة اليوم السبت من برنامج انتخابات مجلس الشورى من استوديو كورنيش الدوحة. يشاركني مشاهدينا الكرام تقديم هذه الحلقة الزميل سيف العمادي. سيف، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور زميلي عبد الله، وتحية طيبة لكم مشاهدينا أينما كنتم وكل من يشاهدنا عبر شاشة تلفزيون قطر أو يستمع إلينا عبر أثير إذاعة قطر. مشاهدينا الكرام، يجب على مرشح انتخابات مجلس الشورى أن يكون ملماً إلماماً كافياً بالدستور القطري وما يتضمنه من التزامات وواجبات تقع على السلطات الثلاث في الدولة. كذلك يجب عليه معرفة اختصاصات المجلس وحدودها والوسائل القانونية التي يملكها الأعضاء، وأن يكون هدفهم الأسمى من كل ذلك هو المصلحة العامة وإعلاء قيم المجتمع. بالفعل مشاهدينا الكرام، حول اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى نتابع معكم هذا التقرير التالي. يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يتولى المجلس مسألة اقتراح القوانين، ويتم إحالة كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وعرضه على المجلس بعد ذلك. وفي حالة قبول الاقتراح يتم إحالته إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه، وللمجلس الحق في إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة. وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام ومستمعين عبر أثير إذاعة قطر. يجب على عضو مجلس الشورى المنتخب مشاهدينا الكرام أن يضع في حسبانه دائما أنه حينما قرر الانخراط في العمل العام وترشح لعضوية مجلس الشورى أنه سيخدم وطنه وأبناء شعبه وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. وهذه العضوية تكليف وليست تشريفا، وعليه أن يصل الليل بالنهار من أجل العمل على رفعة ورقي وتطور وطنه وراحة ورفاهية شعبه وكل من يقيم على أرض قطر. وتعتبر الانتخابات التشريعية المقبلة مظهرا من مظاهر الشفافية والعدالة الاجتماعية التي تنتهجها دولة قطر في مختلف المجالات، وتأتي لتكريس هذا النهج الشامل في إدارة الحياة العامة. وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام وتفاصيل أخرى، يسعدنا أن يكون معنا السيد محمد السادة رئيس قسم الشؤون القانونية بمجلس الشورى. أستاذ محمد، يا مرحبا ومسهلا، سعداء بك معنا. الله يرحمك أكثر، الله يسلمك. يا مرحبا ومسهلا. أبدأ معك يعني سيد محمد، يعني هناك دور هام لمجلس الشورى المنتخب في تحقيق تنمية ونهضة شاملة لدولة قطر. لو نتحدث معك عن هذا الدور الهام وأهمية إدراك المرشح للقيام بهذا الدور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أنا في الأول أشكر لكم الدعوة الكريمة صراحة، واجبنا الله يسلمك، وأشيد بدور تلفزيون قطر في توعية المجتمع، توعية المواطنين لدور مجلس الشورى القادم. بالنسبة لسؤالك أخوي عبد الله، بالنسبة للتنمية، يعني قد يتصور مبدئيا بأن التنمية الشاملة للدولة وهي مرتبطة طبعا برؤية قطر 2030، اللي اعتمدها حضرة صاحب السمو أمير بلاد المفدى بموجب قرار الأمير رقم 44 لسنة 2008، والتي تهدف في الأساس إلى جعل دولة قطر بعد تحقيق هذه الرؤية من الدول المتقدمة في التنمية المستدامة. طبعا التنمية الشاملة مرتبطة ارتباط كبير بالتنمية المستدامة، وهدف التنمية المستدامة في الأساس تحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطنين جيلا بعد جيل، بمعنى أن هذه التنمية لها أهداف بعيدة المدى تسعى الدولة لتحقيقها. لما نتكلم أخوي عبد الله أخوي سيف عن الدولة، إحنا نتكلم عن الأجهزة الثلاثة للدولة،
من ضمنها طبعا الجهاز التشريعي للدولة أو السلطة التشريعية. طبعا الجهاز التنفيذي هو المنطبة تنفيذ الرؤية، يعني الخطوات التنفيذية موكولة للجهاز التنفيذي المتمثل في الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية. لكن قد يغفل يعني الكثير من الناس، وأنا أهيب بالإخوة المواطنين، أهيب أيضا بالإخوة المرشحين، أن ينتبهون على دور مجلس الشورى في إكمال تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر. طبعا دور مجلس الشورى في هالحالة يتأتى من السلطات الدستورية له. نعم. والسلطات الدستورية لمجلس الشورى بحسب الدستور سلطات رقابية وسلطات تشريعية. فلو ركزنا على هاي النقطتين وعلاقتهم بالتنمية الشاملة للدولة، سنجد أن الأجهزة التنفيذية في الدولة المتمثلة في الوزارات المتمثلة في الهيئات الحكومية التي تنفذ الخطة أو خطة التنمية الشاملة للدولة إنما تنفذ من واقع قوانين، بمعنى نحن دولة مؤسسات والحمد لله رب العالمين، ما في عندنا جهاز حكومي أو هيئة أو وزارة يعني تشتغل من تلقاء نفسها، لا هي تشتغل وفق قانون. بالفعل نعم. طيب هنا يأتي دور مجلس الشورى، يرى هل القوانين المعمول بها حاليا أو التي تعمل بها هذه الأجهزة هي تحقق الأهداف المرجوة من هذه التنمية من الرؤية؟ وهنا يأتي التدخل من واقع السلطة الدستورية للمجلس بحيث أن يعدل في هذه القوانين أو ينشئ قوانين جديدة تسرع في عملية تحقيق أهداف رؤية قطر 2030. هذا أهم دور. طيب الدور الثاني خلنا نقول الدور الرقابي، وأنا يعني أركز على الدور الرقابي، ونبي إذا يعني يسع المجال أو يعني نلفت نظر المواطنين إلى أن الرقابة لا تعني المحاسبة، لا الرقابة تعني الوقوف على الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية. بمعنى هل هذه الأجهزة الحكومية لها القدرة والكفاءة في ظل القوانين الحالية أن هي تنفذ وتصل إلى تحقيق الأهداف بعيدة المدى اللي تكلمنا عنها من البداية أم لا؟ فالدور الرقابي لمجلس الشورى يقف على هذه الإجراءات بحيث أنه يطور في هذه الإجراءات بعد الاطلاع عليها من قبل الجهاز الحكومي نفسه، من قبل الوزير المختص، من قبل رئيس الهيئة المختصة، ويقترح ما يساعد على تطوير أداء الأجهزة الحكومية هذه. فيعني مجلس الشورى بالنسبة للتنمية الشاملة يتركز على هالدورين الأساسيين. جميل. هذا الدورين بموجب السلطة الدستورية. نعم. يعني في نقطة إذا سمحتوا لي بسيطة جدا، لا ننسى أن هذه التنمية في الأساس اعتمدها حضرة صاحب السمو الأمير الله يحفظه للمواطن، هي في الأساس لرفاهية المواطن. نعم. يعني كل أجهزة الدولة تعمل لرفاهية المواطن، فيفترض أن هذا العضو يمثل المواطن. نعم. سيد محمد، بالإضافة إلى ما تفضلت به الآن، ألا يجب أن يكون هناك وعي من قبل الناخبين في عملية اختيار المرشح؟ بالضبط. يعني إحنا أنا أعتقد أن الناخب عليه مسؤولية على درجتين مش على درجة واحدة، بمعنى أن الناخب يفترض أن يحسن الاختيار ابتداء. حسن الاختيار يعتمد على الابتعاد عن النزعات الإنسانية البحتة، سواء كانت نزعات قبلية أو نزعات إنسانية مجرد كره أو حب أو على أي حسب يعني. أيضا الناخب له دور بعد التصويت. بما معنى؟ بما معنى طال عمرك أن العضو هذا حيمثل الناخب دي 4 سنين، طيب هل هو عمل حاجة في 4 سنين دي؟ هل أدى؟ هل قام بتنفيذ البرنامج الانتخابي اللي على أساسه الناخب صوت له؟ لأن احنا نبي نركز أن الناخب لابد أن ينظر في الأساس للبرنامج الانتخابي للعضو، فإذا اقتنع به ورأى أن هذا العضو قد يمثله فعلا تمثيل جيد، نأتي المرحلة اللاحقة يعني تأدية دور العضو نفسه، بمعنى أن يكون المواطن يلاقي هذا العضو ويبدي له ملاحظاته، بالعكس حتى ما في ليس هناك ما يمنع أن ينصحه مثلا، ليس هناك ما يمنع أن يشير إلى بعض السلبيات، يساعد العضو نفسه على تأدية وظيفته الموكولة.
نعم أستاذ محمد، يعني أنت ذكرت من خلال حديثك يعني هناك دور مسؤول لدى هذا العضو الذي سيترشح بإذن الله إلى مجلس الشورى المنتخب. لو نتحدث أيضا عن صلاحيات هذا العضو مثلا، قد يكون في مثلا من ناحية الطريقة الانتخابية أو مثلا من ناحية الأوقات الانتخابية اللي ممكن أنه يضع الدعاية الانتخابية، لكن هناك مثلا ممكن قد يضع بعض الوعود أو ممكن قد يضع بعض الأشياء ليست من ضمن هذا العضو أو ليست من ضمن عضوة في مجلس الشورى. لو نتحدث أيضا عن الصلاحيات المنوط بها في مجلس الشورى المنتخب. طيب، صلاحيات عضو مجلس الشورى منبثق عن صلاحية المجلس نفسه. نعم، يعني هو عضو مجلس الشورى يكتسب صلاحياته من صلاحية المجلس بالأساس. المادة 76 من الدستور نصت على صلاحيات مجلس الشورى. مجلس الشورى لا سلطة التشريع، لا سلطة الرقابة على الأجهزة التنفيذية في الدولة، على السلطة التنفيذية بشكل عام، ولا أيضاً إقرار الموازنة. يعني طبعاً في صلاحية خلنا نقول واسعة معينة، يعني ما لها معيار معين، اللي هو يعني المسائل العامة في الدولة، لا أنه يستفسر أو يسأل الحكومة عن بعض المسائل العامة، وهذه يعني خلنا نقول صلاحية موسعة نوعا ما، لا ما لها تقدير معين. لكن الصلاحيات الأساسية الثلاث اللي تكلمنا عنها وتكلمنا عنها احنا في البداية، اللي هي الصلاحية التشريعية أو السلطة التشريعية، فكل عضو بموجب مواد الدستور أن يقترح أي قانون، لكل عضو في مجلس الشورى أن يقترح أي قانون. طبعا الدستور أشار إلى بعض الإجراءات بعد اقتراح العضو، منها أن هاي الاقتراح يحال اللجنة المختصة في المجلس، تدرسه، تقدم تقرير بشأنه إلى المجلس، توضح فيه أسباب القانون، وطبعا المجلس بعد عرض التقرير عليه يصوت على إقراره للقانون أم من عدمه. فإذا أقر القانون ووافق عليه أو مشروع القانون يرسل إلى الحكومة لأخذ الملاحظات من الحكومة نفسها على مشروع القانون. بعد ما يقر من المجلس وبعد رجوع من الحكومة يرفع إلى سمو الأمير للتصديق عليه. هذه المراحل. بس في نقطة إذا سمحتوا لي، يعني يا ريت أكثرية الناس، أنا يمكن لاحظنا شوي إحنا من خلال الممارسة، أن أغلبية الناس تعتقد أن مجلس الشورى هو صاحب، يعني هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلد، وهذا مفهوم خاطئ. أي دولة في العالم، حتى الدول الديمقراطية اللي سبقتنا في التجربة هذه، الحكومة لها حق اقتراح القوانين، ولكن لما تطرح القانون يحال إلى مجلس. أيوة، إلى بس هذا الفرق يعني. فالناس تفكر أن ابتداء كله من مجلس الشورى، لا، مجلس الشورى له سلطة التشريع، والحكومة، لأن الحكومة في الأساس عبارة عن إيش؟ عبارة عن وزارات، عبارة عن هيئات، هي تنفذ. سلطة تنفيذية. سلطة تنفيذية، لكن تحتاج إلى قانون حتى تقوم بالتنفيذ. هذا أساس اقتراح القانون. سيد محمد، الآن خلال انتخابات مجلس الشورى سيكون المجال مفتوح، يعني سيتيح الفرصة لمشاركة أهل الخبرة وأصحاب الكفاءة، وأيضا سيكون هناك المجال لطاقات شبابية أن تشارك. لكن عندما نأتي إلى هذه الطاقات الشبابية، قد يكون هناك فئة تنقصهم بعض الخبرة. بالتالي برأيك، هل ترى بأن هذا التوافق يجب أن يكون ضروري؟ وأيضا كيف يمكن أن ينسجم حتى يحقق الطموح المأمول من هذا المجلس؟ والله طال عمرك، شوف، احنا الحمد لله رب العالمين، يعني ولاة الامر عندنا يعني تنبهوا للنقطة هذه. اول شيء، الممارسة البرلمانية على مدى التاريخ، منذ ما بدأت الممارسة الانتخابية، بعد الممارسة هذه تم اكتشاف ان طريقة الانتخاب لها سلبيات. يعني السلبيات تتمثل في انها ممكن يصل النائب البرلماني او العضو البرلماني وقد لا يكون على القدر الكبير من المسؤولية دي، يعني تدخل فيه عوامل كثيرة، عوامل الشباب، عوامل الاندفاع، عوامل حب البلد أصلاً حتى يدخل فيها، قد يكون حب العضو للبلد دي يؤدي للاندفاع. تطورت الممارسة البرلمانية إلى ما يسمى حالياً في النظام البرلماني إلى غرفتين، يعني يكون في مجلس معين ومجلس منتخب لتحقيق التوازن اللي تكلمت عنه خصوصاً. طبعا احنا الحمد لله الدستور القطري اخذ بالمبدا ذي، وان كان في مجلس واحد، لانه هو كما معلوم ان مجلس الشورى يتكون من 45 عضو بموجب الدستور، 15 عضو معين و30 عضو بالانتخاب. فاذا احنا امعنا النظر شوي، يعني
وهذه نقطة لابد من التوضيح لها. القصد من عدد الأعضاء بالطريقة ذي اللي تكلمت عنه أخوي سيف، اللي هو مزج الخبرة والدراية مع خلنا نقول يعني العنصر الشبابي، الطاقة الشبابية. في نفس الوقت أنت لما توفر أو تعين 15 عضو من أصحاب المؤهلات، من أصحاب الخبرة الإدارية، من أصحاب الخبرة يعني بالذات في العمل الحكومي، العمل الحكومي يا شباب يحتاج إلى خبرة، يعني ما تتأتى بين سنة وسنتين وكذا. فالحمد لله رب العالمين مجلس الشورى عندنا مزج بين الغرفتين في مجلس واحد لتحقيق أقصى قدر من دور المجلس في عملية إدارة الدولة بشكل. نعم سيد محمد، هذا يقودني أيضا إلى سؤال، يعني المسيرة التاريخية لمجلس الشورى وهو تقريبا قرابة 50 سنة الآن، يعني الآن بإذن الله سوف تكون الدورة الأولى لهذا المجلس وهو مجلس منتخب ب30 عضوا و15 يعينهم سمو الأمير، لكن كيف ممكن أن يحقق هذا المجلس المنجزات والإنجازات التي مضت وبإذن الله الإنجازات التي سوف تأتي في المستقبل من هؤلاء الأعضاء الذين سوف يرشحهم الشعب القطري؟ طبعا المجلس احنا مثل ما تفضلت اخوي عبد الله تقريبا صار له 50 سنة. نعم. المجلس بدا فعليا من الشيخ احمد بن علي الله يرحمه مقبول الله ان شاء الله، ومن سمو الامير الوالد الاب الشيخ خليفه بن حمد الله يرحمه، يعني استمر طول الفتره هذه. المجلس بدا ب 20 عضو، تطور بعدين الى ان وصل الى 30 عضو، منها 35 عضو الى المرحله الاخيره تقريبا من اربع سنين وصل الى 41 عضو. يعني قد يفوت على كثير من الناس بكل أمانة، يعني المجلس حتى كان في وضعه السابق أدى دوره كبير، يعني احنا أنا شخصيا من خلال العمل في المجلس دي ما يقارب 15 سنة الحين لمسنا هذا الوضع، لمسنا كيف أخوي عبد الله. لو نرجع للنظام الأساسي المؤقت المعدل اللي هو كان الدستور السابق للدولة الخضراء، يعني نجد سبب تشكيل مجلس الشورى، المادة اللي نصت على تشكيل المجلس أنه يعين الأمير في إدارة الدولة بالرأي والمشورة، يعني هذا النص تقريبا حرفيا. وفعلا المجلس خلال الفترة الماضية، فترة امتداد من تأسيسه لغاية الآن، كان يعين سمو الأمير بالرأي والمشورة، بمعنى بكل أمانة توصيات المجلس على مدى السنين الماضية يعني بشكل بدون أي مبالغة 90% من توصيات المجلس كانت تنفذ. جميل. هذا يعني إحنا لمسناه عمليا من خلال عملنا في المجلس، والحمد لله فضل الله يعني هذا اتجاه القيادة الحكيمة عندنا. هذه معنى المشاركة الشعبية حتى في وجود المجلس المعين تأتت من خلال تاريخ المجلس. سيد محمد، الآن من ناحية الانتقال من مجلس شورى كان معين إلى مجلس شورى منتخب، برأيك ما هي الطموحات والمكتسبات الوطنية على كافة الصعد اللي نأمل أن يكون أو تنتظر من ناحية هذا التحول؟ يعني التحول ذي أخوي سيف يتمثل في زيادة السلطة الدستورية للمجلس، هذه مهمة جدا. طبعا المجلس سابقا كانت سلطة استشارية في الدرجة الأولى، بمعنى أن توصياته ما تكون غير ملزم الحكومة، يكون غير ملزم الحكومة. الآن الانتقال هذا والانتقال الرئيسي ذي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الدستور، فضل سمو الأمير الوالد الله يحفظه، يعني هو اللي يعني الدستور أقر فيه مجلس الشورى. هذا الانتقال سيسمح بالمشاركة الشعبية اللي نص على الدستور، يعني المشاركة الشعبية دي تتأتى من حيث إيش بالضبط؟ عضو المجلس لما تكون عنده القدرة في أن يقترح قوانين تتوافق حاجات الناخبين، حاجات المواطنين، هذه كانت غير موجودة. أيضا تلقي شكاوى المواطنين في أي مجال، في أي مجال من مجالات الحياة، والعمل على إزالة المعوقات للأجهزة الحكومية التي قد تكون قصرت في بعض النواحي، وهذا قصور طبعا مش متعمد، يعني القصور لا يحدث، يعني يحدث دائما في عمل اي اجهزه، هذا موجود طبعا. دور المجلس هو التنبيه، دور المجلس هو التعديل، وهذا دور اساسي. الانتقال هذه من كونه مجلس استشاري فقط الى مجلس يشرع ويراقب، هذه نقله نوعيه جدا، ونقله ان شاء الله ستتاتى يعني انا اعتقد ان شاء الله خلال 4 سنين الجايه دي اول ما يبتدي المجلس بيبين للمواطن
أهمية صوته، أهمية انتخابه، أهمية المجلس. نعم سيد محمد، يعني كيف ممكن لهذا المجلس المنتخب أن يحقق التعاون مع الحكومة وليس يكون هناك نوع ما من التصادم؟ والله يعني سؤالك بمحل أخوي عبد الله، قد يعني قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن مجلس الشورى سيحاسب الحكومة. مجلس الشورى لا، يعني مبدأ إدارة الدولة أو إدارة الدولة تطور في المفهوم الإنساني، يعني مبدأ تداول السلطات معمول به في معظم الدول. الحمد لله في دولة قطر الخطوة هذه، خطوة مجلس الشورى، هي مبدأ تداول السلطات. نعم. بمعنى أن يعني مجلس الشورى بسلطات الدستورية اللي هي التشريعية والرقابية يكمل عمل الحكومة في الأساس. يعني أعطيك على سبيل المثال، قد يكون يعني الدستور أقر الوسائل الرقابية للمجلس على أعمال الحكومة. الوسائل الرقابية ذي تتمثل في السؤال والاستجواب، يعني الكثير يذهب إلى الاستجواب ويترك السؤال. وهما الفرق بينهما؟ الفرق كبير أخوي يعني عبد الله. السؤال يوجه من قبل أحد أعضاء المجلس إلى الوزير في أعمال وزارته، يعني كنوع من الاستفسار يعني؟ إيه استفسار، سؤال معين عن إجراءات الوزارة في شيء ما يدخل في اختصاص الوزارة، والرد يأتي من الوزير المختص على شكل جواب كتابي. والدستور يعني نظم العملية هذه بحيث أنه ما يؤدي السؤال إلى مناقشة عامة في المجلس تثير لغط ما أو تطيل أو لا، بالعكس يعني الدستور نظم العملية بحيث أن يؤتي السؤال ثماره، بأن ترك التعقيب فقط للعضو اللي يوجه السؤال مرة واحدة. وأنا أعتقد بكل أمانة يعني أن المرحلة الأولية هذه من الرقابة ستكفي، يعني بدون مبالغة ستكفي 60-70%. ليش؟ لأن الوزير أول ما يحضر المجلس أو يرسل إجابته على السؤال دي أو الاستفسار الموجه من العضو، يعني بنسبة كبيرة سيكتفي العضو بالإجابة اللي تتلقاها من الوزير عن الإجراءات، لأنه هو يبي يعرف الإجراءات إيش بالضبط. فلو تبين للعضو الإجراءات المتبعة في المسألة هذه أو المسألة اللي يسأل عنها، ورأى مثلا أن يوصي ببعض التعديلات، هذه مبدأ التعاون. هنا يعني يأتي مبدأ التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. نعم. إذا تبون بعد نتكلم للاستجواب. نعم مستمرين في الحديث معك سيد محمد، لكن بعد هذا الفاصل. إذا مستمرين مشاهدينا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام ومستمعينا اينما كنتم، وايضا نحن مستمرين معكم باذن الله الى الساعه العاشرة مساء من هذا اليوم. ونجدد الترحيب ايضا بضيفنا السيد محمد السعد، رئيس قسم الشؤون القانونيه بمجلس الشورى. سيد محمد، قبل الفاصل تحدثنا عن طريقه مثلا الاستفسار في مجلس الشورى، ووصلنا معك الى عن مفهوم الاستفسار مثلا من احد الاعضاء الى احد الوزراء المعينين في كافه اجهزه الحكومه، وقد ممكن يصل هذا السؤال الى استجواب مثلا. هل بهذه السهوله ممكن ان يصل السؤال الى استجواب؟ ومثل ما قلت اخوي عبد الله، بس الاداء الرقابيه للمجلس تتمثل في السؤال والاستجواب، يختلفون طبعا عن بعض. الاختلاف القانوني بين الادتين دول ان السؤال لا يترتب عليه نتيجه،
يعني لا يترتب عليهم بما يسمى طرح الثقة. الاستجواب يترتب عليه طرح الثقة، عشان كذي الدستور وضع ضمانات شديدة لعملية الاستجواب. تبدأ عملية الاستجواب أولاً إذا أحد من الأعضاء حب يستجوب وزير في الحكومة، لابد أولاً أن يأخذ موافقة 15 عضو من أعضاء المجلس، يعني ثلث عدد أعضاء المجلس، بمعنى أن يحصل توقيع، وهذا اللي أشارت له المذكرة التبشيرية للدستور، بأن يتحصل على توقيع 15 عضو. هذه أول ضمانة لعدم ممارسة الدور الرقابي ذي إلا بيكون بالشكل اللي يبغي الدستور أو يرجو الدستور منه. يعني لا ننسى أن الاستجواب أصلاً أداة رقابية للمجلس بموجب الدستور. الضمانة الثانية أن بعد حصول العضو على توقيع 15 عضواً لاستجواب الوزير، وطبعاً الاستجواب الوزير يعني لابد أن نشير أنه يدخل أيضاً من ضمن عمل الوزارة، فقط أعمال الوزارة، بمعنى أن الاستجواب يوجه الوزير في الأمور التي تدخل في اختصاص وزارته فقط ليس لله. النقطة بعد، في نقطة معلش فاتتني مهمة جدا، الحمد لله رب العالمين، احنا الدستور القطري راعى جدا استمرار عمل الوزارة بشكل عام، او العمل الوزاري بشكل عام، بحيث ان جعل المسؤولية مسؤولية تضامنية فقط على الوزراء، مش مسؤولية تضامنية على الحكومة. وهذا السبب اللي يمكن يعني أثير عليه لغط للأسف لأنه غير مفهوم. الاستجواب يوجه للوزراء فقط، لا يوجه لمعالي رئيس مجلس الوزراء، لأن معالي رئيس مجلس يوجه له سؤال في الأمور اللي تدخل في عمل الحكومة بشكل عام. التفرقة هذه مش القصد منها، يعني القصد منها بالضبط في الأساس استمرارية عمل الحكومة، هذا مهم جدا، لأن استجواب معالي الوزير يترتب، ممكن يترتب عليه طرح ثقة، طرح الثقة يوقف عمل الوزارة، وهذه الدولة ما لا تبغي الشيء. استمرار الوزارة مع تعديل بعض الأخطاء في التطبيق، نتكلم عن التطبيق، هذه هو المطلوب من المجلس، مش المطلوب منه تعطيل عمل الحكومة. فالاستجواب أولا يوجه فقط الوزراء، ثانيا الضمان الأول لا أن لابد موافقة ثلث المجلس ابتداء، بعد حصول العضو على موافقة 15 عضو يطرح الموضوع على المجلس، ولابد أن يأخذ أغلبية الثلثين للموافقة على اللي هو الاستجواب، مش الأغلبية البسيطة، يعني مش أغلبية النصف زائد واحد، فلابد من موافقة ثلثي أعضاء المجلس لطرح. نعم سيد محمد. نعم. لها مراحل، عفوا، بس طبعا احنا في ضمانات أخرى إن شاء الله إذا تبون نشرحها بنشرحها، لكن بشكل سريع لا يعني في الأساس الاستجواب ينتج عنه طرح ثقة، بمعنى أن لو تم وافق المجلس، وهذه الضمانة الثانية أن لا يوجه الاستجواب إلا بعد 10 أيام من قرار المجلس، لا يوجه في نفس الوقت، يعني بعد 10 أيام يوجه الاستجواب إلى الوزير بحضور المجلس ويجاوب على الاستجواب. هذه الضمانة الثانية. الضمانة الثالثة أن أيضا الدستور راعى أن يتخلى عن المدة ذي أو تلغى المدة هذه بشرطين. الأول بشرط أنه يكون في استعجال، صفة استعجال، وهذا يقررها المجلس بأغلبية عادية وموافقة الوزير، يعني إذا تحققوا الشرطين ذيلا ممكن نلغي الـ10 أيام. هذه نقطة. النقطة الأخيرة، الضمان الأخير، أن أيضا بعد انتهاء الاستجواب، زين، أو الانتهاء من مرحلة الاستجواب دي، للمجلس زين بكامل هيئته طبعا ان يقرر الاستمرار في نظر جدول الاعمال، بمعنى انه يكتفي بالاستجواب. هذا معنى هذا استجواب بدون طرح ثقه، بدون طرح ثقه. يعني يا ريت احنا ناخذ مفهوم ان الاستجواب لا يعني طرح الثقه. الاستجواب يعني رغبه المجلس في التعرف على الاجراءات المنفذه في الموضوع نفسه، او ان كان في خلل معين في بعض الاجراءات. نعم. الخلل ذي قد يكون يا اخوي عبد الله من بعض التشريعات فيؤدي الى تعديل التشريعات، وهذا هو هدف المجلس. نعم. هذا هو الهدف الأساسي. نعم. سيد محمد، العديد من النقاط المهمة ذكرتها حول الاستجابة، لكن الآن نأتي إلى هذه التجربة. كونها الآن هي أول تجربة شعبية انتخابية سياسية لدولة قطر، كيف يمكننا أن نحقق النجاح في هذه التجربة ونتجنب أي معوقات قد تواجه هذه التجربة؟ والله أخوي سيف، شوف، أنا أعتقد أن قانون رقم 7 لسنة 2021 اللي صدر بسمو الأمير بالشأن مجلس الشورى،
أنا أهيب الأخوة المرشحين اللي ناويين يرشحون نفسهم كأعضاء المجلس أن يطلعوا على القانون دي. قانون مهم جدا، لأن القانون دي في أغلبية مواد بالذات في الفصل الرابع منه ركز على الدور اللي تتكلم عنه، دور عضو المجلس بمعنى دور المجلس. يعني الفصل هذا يتكلم عن واجبات العضو والمحظورات اللي عليه، وركز تقريبا في 4 أو 5 مواد على الأمور التي لا بد أن العضو يلتزم بها. أول مادة تكلمت عن التزامات العضو دي أنه يمثل الصالح العام نصا، لا يمثل مصالح الخاصة. جميل. ولا يمثل أيضا مصالح معارف الخاصة، يعني منصوص عليها في القانون هذه. وطبعا هذا القانون ملزم لأعضاء مجلس الشورى وقانون مجلس الشورى. ثانيا يعني بالعكس، حتى أن هذا القانون أتى بنص فريد جدا، أنا أعتقد والله أعلم أن نص لا يوجد له مثيل في بعض الدول أو في كثير من الدول. النص دي ألزم العضو، طبعا الزام أعضاء البرلمان أو الزام الممثلين البرلمانيين بتقديم إقرارات بشأن يعني ممتلكاتهم، إقرارات فيما يتعلق بتضارب المصالح، هذا أمر مفروغ منه ونص عليه القانون. صحيح. لكن قانون مجلس الشورى يعني أتى بنص بما يسمى بالسعر العادل، حتى أنه ألزم العضو أن في تعاملات المالية إنزين أن لا يأخذ ميزة بحكم عضويته، بمعنى أن لابد على عضو مجلس الشورى أن يتحرى في تعاملات المالية أثناء مدة عضويته، أن إذا باع أو اشترى أن يبيع أو يشتري بالسعر العادل. السعر العادل عرف القانون بالسعر المعروف في السوق. وهدف القانون من ذلك بأن يؤدي العضو دوره دون الحصول على ميزات دون غيره. نعم. لو نوضحها سيد محمد، يعني كيف أنه ممكن مثلا أنه يكون بالسعر العادل؟ على سبيل المثال يعني هل لو مثلا اشترى على سبيل المثال قطعة أرض أو اشترى سيارة مثلا يكون بهذا السعر العادل مثلا؟ بالسعر العادل، بمعنى يعني لو هو خلنا نقول سيارة معلش، يعني جميل، جات يعني الشركة قالت له والله أنت عضو أنا بعطيك خصم 60%. لا، القانون يمنعه من الكلام ده لأنه هو أخذ سعر التفضيلي دي بحكم عضويته. فتحرى، أنا قلت لك القانون تحرى أن يكون عضو مجلس الشورى، وحسن أنه فعل ذلك، بأن يمثل مصالح الدولة فقط، يمثل المصلحة العامة في الأساس ولا يمثل مصلحته الشخصية، ولا يمثل مصلحته الشخصية، ولا يعني اكتسابه العضوية أن يتنفع من هذه العضوية، سواء كانت هذه منفعة مادية على النحو ذي. على العكس من ذلك، ألزم العضو أثناء مدة عضويته أن في تعاملات التجارية زين مع الأجهزة الحكومية لابد أيضا أن يفصح للمجلس عن هذه التعاملات قبل أن يبتدئ. إذا تسمح لي السيد محمد أخوي سيف أيضا، يعني لو مثلا أحد الناخبين لأحد الأعضاء مثلا رشح هذا العضو مثلا لانتخاب مجلس الشورى، وقد رأى ما بعد فوز هذا المرشح في عضوية مجلس الشورى بعض الخلل مثل اللي ذكرته، مثلا انتفاع شخصي وما الآخرة، هل ممكن مثلا أن يقدم مثلا شكوى مثلا إلى أحد الأجهزة اللي في الدولة مثلا أن هذا العضو رأى فيه كذا وكذا وكذا؟ شوف، العضو عضو مجلس الشورى طبعا أو العضو البرلماني في أي دولة في العالم لا حصانة زين، وهذه الحصانة نوعين، حصانة داخلية أو حصانة إجرائية. الحصانة الداخلية تتعلق فيما يتلفظ به أو يبدي به من آراء داخل قبة البرلمان، فهو معفي بموجب الحصانة من وقوع أي عقوبة عليه أثناء إبداء آرائه. طبعا نتكلم عن عقوبة السب والقذف النصوص التشريعية المجرمة. أيضا العضو له حصانة خارجية بمعنى خارج البرلمان اللي ما يسمى في القانون أو في الدستور الحصانة الإجرائية، بأن لا يتم يعني اتخاذ الإجراءات ضده، الإجراءات الجنائية ضده، ومنها التحقيق أو الاستماع للأقوال أو القبض، إلا طبعا إذا كان متلبس. في غير حالة التلبس فقط لابد أن يستشار أو يقدم طلب إلى المجلس لاتخاذ أي إجراءات ضد العضو زين في حالة وقوع أي جريمة معينة. الهدف من هذه الحصانة أن يتمتع العضو بأداء دوره لتمثيل الشعب. أنت كان سؤالك أخوي عبد الله
لو قصر الناخب. انا اعتقد العضو لو قصر يعني هذا مردود سياتي على العضو نفسه، لان لو بد انه يعرف ان العضو ذي انه مدته 4 سنوات. العضو لما ينتخب مو قاعد طول عمره عضو. صحيح. يعني بالعكس انا اعتقد حتى الاعضاء وبالذات الطموحين واللي يحب العمل العام ذي ويحب يؤدي دوره في الوطن، وهذا دور مشروع على فكره، يعني لا ليس القصد ان الواحد يرشح نفسه انه فقط للترشح، لا بالعكس، في بتلاقي انه في من الاخوان المواطنين اللي طالبين ترشيح عندهم الدافع انه يخدم وطنه. وهي امانه امام الله. هذا جيد جدا. لكن في نفس الوقت انت على ضوء الكلام اللي انت قلته، هو مدته 4 سنين، ولو اخل لا سمح الله بما وعد به يعني هو الخاسر الاول في هذه العمليه، لان اثناء الانتخابات التي تلي ذلك انا اعتقد اللي صوت له في الاول مش حيصوت له مره ثانيه اكيد. نعم. سيد محمد، نظمت وزاره الثقافه والرياضه بالتعاون مع مجلس الشورى محاكاه جلسات مجلس الشورى. شلون احنا ممكن نستثمر مثل هذه المبادرات، يعني مثلا في خلق وعي لدى الشباب بدور واهميه مجلس الشورى؟ والله كويس اخوي سيف انك انت اشرت. اول شيء المحاكاه هذه صراحه كانت تجربه مميزه وفريده جدا. قامت بها وزاره الثقافه مشكوره متمثله في سعاده الوزير. وصراحه يعني انا استغل الفرصه بعد اذنكم اني انا اوجه الشكر للوزاره للمسؤولين فيها، يعني الى الاخت الفاضله منار ميحي مديره إدارة الشباب، وإلى الأخ ناصر الجابري عفوا، وإلى الأخت فايزة الكعبي. بأمانة الثلاث أشخاص دول في وزارة الثقافة ولمدة طويلة صراحة، لأن احنا بدأنا في شهر 2، يعني بدأت الاجتماعات التحضيرية في شهر 2 كمسؤولين عن إقامة هذه الفعالية. الشباب والشابات اللي شاركوا معنا بدأوا معنا من شهر 3، يعني احنا انتهينا في شهر 7، 4 شهور صراحة، وفي ظل الظروف الراهنه اللي انت تشوفونها يعني كورونا وكذا، حتى انه والله جهات كثيره ساهمت، المراكز الشبابيه، مركز الشباب بلزان جزاهم الله خير، ساهموا معانا، وفروا لنا مكان يراعي متطلبات التباعد الاجتماعي، وساعدونا بكل ما اوتي من قوه صراحه، سواء من طاقم اداري، من طاقم من تجهيزات في نفس المكان. العمليه هذه ردا على سؤالك الحين، بأمانة أنا فوجئت صراحة، أقول لكم بكل أمانة، وفرح جدا. الله يعني الله يخلي البلد ويخلي العيال. اللهم الحمد لله رب العالمين. في شباب عندنا وشابات على قدر كبير من المسؤولية، على قدر كبير من الوعي. أنا لمسته لأن أعمار المشاركين في المحاكاة ذي يعني أكبر واحد يمكن عمره 22 سنة، وأكبر واحد فيهم منهم طالبات في الجامعة، ومنهم اللي توهم متوظفة أو اللي توهم متوظف. فشباب الواحد يتفائل بهم صراحة، ولمسوا أهمية مجلس الشورى من خلال هذه الفعالية. ورداً على سؤالك، يعني الأخت فايزة الشعبي اللي هي المنسق العام قامت مشكورة طبعاً بعد انتهاء الفعالية بالالتقاء بالشباب دولة والتعرف على تعليقاتهم حول العملية هذه أو المحاكاة اللي صارت. طبعاً المحاكاة بشكل بسيط مو مختصر، أقمنا للشباب دولة 3 جلسات للمجلس، رويناهم كيف المجلس يعمل، كيف العضو يشارك، كيف يناقش القانون، كيف يقترح تعديل معين، يقترح توصية معينة. فهم حسوا بالأهمية ذي، وفي خلال اللقاء اللي صار مع الأخت فايز الكعبي يعني طلعوا ببعض التوصيات. أنا أعتقد أن أهم توصية لهم، وأنا أعتقد أن وزارة الثقافة بالفعل من خلال تجربتي معهم صراحة، أني أنا تشرفت أن اشتغلت معهم، من خلال تجربتهم انا اعتقد ان وزاره الثقافه ستاخذ هذه التوصيات على محمل الجد. يعني مطلبهم الحين هم الشباب بكل امانه ان تتحول هذه الفعاليه من مجرد فعاليه لدوره تدريبيه. دوره تدريبيه لمده معينه 3 شهور. القصد منها ان الشباب يمارس، حتى مش يمارس العمل البرلماني، يتعرف على العمل البرلماني. ياخذ فكره عن ياخذ فكرة عن اليه عمل وعي بالضبط، حتى انهم يعني وهاي مسكم انتم اهل الاعلام، يعني حتى هم من المطالبات اللي طلبوها اللي هو مواجهه الوسائل او التعامل مع الوسائل الاعلاميه. يعني هاي من ضمن التوصيات ان يتم تدريب الشباب على المناظرات، على المناقشات،
على التواصل مع الوسائل الإعلامية. كثير من المعاهد تقدم هذه الأمور. بالضبط، لأن هذه الدورة حتى كان أذكرها بالخير الأستاذ حمص الدوسري اشترك معنا مسكين، تم يومين مبادرة حتى من عند جه، وعلم الشباب طريقة التناظر، طريقة الإلقاء، طريقة، لأن هم استفادوا إيش يعني؟ بأمانة كانوا خجلين في البداية، لكن مع الممارسة حسوا بالأهمية، حسوا أنه لابد أنه يكون كعنصر شباب يكون عنصر فعال في المجتمع. مثل هذه المحاكاة سيد محمد، ما الذي ممكن أن يعني تثمر عنها في المستقبل؟ مثلا إن كان هناك محاكاة أيضا سنة بعد سنة مثلا، أو كان هناك مثلا في دورات، والله إن شاء الله التجربة تتطور. الدول مارست العمل دي قبلنا، الحين في دول تعلم الأطفال في المدارس على العمل البرلماني، تنورهم يعني لأهميته، يعني أهميته يعني هذه المفروض أنه يبتدأ من وزارة التعليم، وأنا أعتقد أن وزارة التعليم ستدرك هذه الأهمية في المستقبل إن شاء الله. نعم. من خلال التجربة اللي أنت قلت عنها دي، من خلال تجربة المحاكاة. نعم سيد محمد، ذكرت قبل قليل بأن فئة الشباب كانت تتعلم على عدة صفات يجب أن يتحلوا بها أو تتوفر فيهم حتى مثلاً يترشحوا في المستقبل، دعنا نسب أكثر في ما هي المواصفات التي تراها يجب أن تكون متوفرة في مثلاً المرشح؟ شوف طال عمرك، إن شاء الله أن يعني الإخوان اللي برشحنا في السنة يكون على قدر المسؤولية. العمل التشريعي يا إخواني عمل عام، بمعنى أن المرشح بعد ما ينتخب كعضو وقته سيكون ليس من ملكه يعني. هذا مؤكد يعني. يعني لابد أن يضع في باله أنه هو التصق التصاق شديد جدا بالعمل العام. العمل العام يستدعي أنه هو إيش؟ يستدعي مقابلة الناس، يستدعي الاستماع إلى همومهم، إلى مشاكلهم، يستدعي منه حتى التصرفات في الحياة اليومية. هذا الشخص يمثل ناخبين، يمثل مجلس، يمثل سلطة تشريعية من أرقى السلطات. فإدراك المرشح لأهمية دوره، وأيضا يعني عفوا يعني العمل البرلماني شاق يعني حتى في ظل المجلس المعين اللي عندنا. احنا شفنا الأخوان والأخوات الأفاضل اللي كانوا أعضاء مجلس الشورى السابقين، والله عمل شاق، أقول لكم يا بكل أمانة، لأن فعلا يعني شفناهم ولمسنا العمل معهم، وهم أخوان وأخوات أفاضل، يعني كان الواحد منهم يشيل هم، يقول لك يا اخي انا تعينت في المكان دي عشان امثل الناس، عشان صحيح ادور على يعني ادور حلول لمشاكلهم. فانا اعتقد ان التطور ياتي من ادراك العضو لاهميته، ادراك العضو، لانه هو الحين انتقل، يعني يمكن يكون موظف، يمكن يكون رجل اعمال، ممكن يكون حتى متفرغ، لكنه هو انتقل في الاربع سنين المقبله اللي بيكون فيها عضو سيلقى على عاتقه الكثير من الاعمال اللي ما يتصورها، مسؤوليات يعني مسؤوليات 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 شديده جدا جدا. فانا بالعكس اتمنى لهم التوفيق، ولمسنا، انا قلت لكم والله لمسنا بكل امانه، انا ما جاملهم، الله يعني يذكرهم بالخير كلهم، فعلا كانوا يشلون هم في عملهم في اللجان، مناقشتهم في اللجان، بالذات في لجان المجلس. يعني المجالس البرلمانية تعتمد على اللجان، يعني يمكن ما تطرق للجان المجلس البرلماني، مش المجلس العام أو المجلس أو الجلسة العامة، لا، المجالس البرلمانية هي اللجان المتخصصة، وهذه اللجان هي اللي فيها العمل. فتلاقي العضو يجاهد وجايب أوراق وجايب ورايح يسأل ورايح العملية متعبة، يعني عمل خلينا نقول عمل شاق، يعني مثلا عمل شاق وعمل نبيل في ذات الوقت. نعم، بإذن الله هم يكونوا على قد هذه المسؤولية في تمثيل الشعب. السيد محمد، ذكرت يعني وعود إلى هذه النقطة لأهميتها، هي دور الشباب في عمل المحاكاة لهذا المجلس وهو مجلس الشورى. يعني كيف ترى أهمية مزج هذا المجلس من ناحية الشباب وذوي الخبرات السابقة من ناحية الخبرات السياسية والخبرات الاجتماعية والخبرات الثقافية؟ يعني ممكن هناك سنين كبيرة عملوا في هذه أو في هذا المجلس، كيف ترى المزج بين الشباب ومن ذوي الخبرات السابقة للوصول يعني إلى المأمول به والطموحات التي موجودة لدى هذه الشعوب؟ والله أنا أعتقد أخي عبد الله أن المزج بين هاي الفئتين في مجلس واحد، وإحنا لمسنا الشيء دي، يعني أولا وأخيرا أعضاء مجلس الشورى بشر، نعم،
ستتكون بينهم العلاقات الإنسانية، يعني العلاقات الإنسانية البحتة. وإحنا الحمد لله كمجتمع قطري يعني مجتمع معروف عنا متكاتف ومجتمع الشاب فيه يقدر كبير السن أو يقدر فارق العمر. فأنا يعني في بداية حديثنا هاي المبارك إن شاء الله أنا قلت إن الحمد لله رب العالمين أن إحنا أتحفنا بمجلس في نظام الغرفتين في مجلس واحد. أنا أعتقد أن الكفاءات من المعينين زين يعني سيؤدون دورهم، بس مش كأعضاء، بالعكس سيتلقون اللي هو اندفاع الشباب اللي هم خلنا نقول المرشحين، يعني يمكن أنا أعتقد أنه بتكون منهم نسبة كبيرة من المرشحين. يمكن هذول الشباب بعد ما يلتقون بالكفاءات هذه زين ويلمسون العمل والتواصل بينهم عن قرب هم حيستفيدون من خبراتهم، هذا مؤكد بكل أمانة. والشيء دي أنا يعني أنا ما أتكلم فيه مجرد شيء نظري، بالعكس إحنا لمسناه حتى في المجلس الحالي. يعني أنتم كما تعلمون من 4 سنين سمو الأمير عين أعضاء جدد في المجلس. نعم. فيهم كفاءات شبابية على مستوى عالي بكل أمانة، يعني من الأخوان ومن الأخوات لمسنا مدى يعني العلاقة الإنسانية البحتة اللي بين الفئات الشبابية هذه صح التعبير وبين الكفاءات القديمة الموجودة في المجلس. جميل. نعم. يعني حتى خلنا نقول كانت يمكن علاقة أبوية أكثر من علاقة زمالة وأخوية، وإن شاء الله إن شاء الله اللي جاي خير إن شاء الله. نعم. سيد محمد، الآن ما هي أهم النقاط أو النصائح التي تحب أن تركز عليها أو الرسالة التي تحب توجهها إلى المرشحين؟ يعني أنا أتمنى إن شاء الله بكل أمانة أن يعي عضو مجلس الشورى دور مجلس الشورى في إدارة الدولة. دور مجلس الشورى هي معاونة الحكومة في الأساس. المعاونة دي تتم بأن يقوم المجلس بتعديل القوانين وإنشاء القوانين اللي تساعد الحكومة على أداء العمل. وفي نفس الوقت بالذات المرشح المنتخب لابد أن يدرك الأهمية هذه. إذا أدى عمله وفق السلطات الدستورية المخولة للمجلس بأن يراقب عمل الحكومة ويلمس السلبيات في الأداء ويبصر الجهاز الإداري الحكومي على تلك السلبيات ويعاون الجهاز الحكومي على معالجتها، فأنا أعتقد أنه حيكون إيش حقق الأهداف اللي هو من أجلها أنه رشح نفسه كعضو لمجلس الشورى. مجلس الشورى وجد لمعاونة الحكومة في الأساس، وهذا هو بأمانة المفروض أو المفهوم اللي أنا أعتقد أنه لابد أنه يكون لدى عضو مجلس الشورى. يعني الحمد لله بلدنا من تأسست دائما العلاقة بين ولي الأمر والمواطنين علاقة معروفة، قد فيها تقدير كبير من الاحترام، فيها تقدير كبير جدا من التعاون فيها، وهذا إن شاء الله حيبان في مجلس الشورى المقبل إن شاء الله بإذن الله. يعني هناك خلنا نقول تحديات المجلس المنتخب والأعضاء المنتخبين، وأيضا هناك يعني مثلا مسؤوليات كبيرة لدى هذه الأعضاء، وبإذن الله هم يكونوا على قد هذه المسؤولية في تحقيق مثلا إن كان هناك في تحديات كبيرة لدى المسؤولين من جميع أطياف المجتمع. وأيضا يعني أنت ذكرت أستاذ محمد يعني هناك وصلت رسالة أخيرة لدى السادة المرشحين، وبإذن الله هم يكونون بإذن الله على قد هذا المأمول منهم بإذن الله في هذا المجلس. يعني احنا السادة محمد وصلنا تقريبا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج انتخابات مجلس الشورى لهذا اليوم، وليس يعني إلا أن أوجه لك الشكر، وأنت رئيس قسم الشؤون القانونية بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك السادة محمد، وتشرفنا بك وبأيضا حديثك لدى السادة المشاهدين. الله يسلمكم، مشكورين على تحت الفرصة هذه، وأنا أتشرف بها بكل أمانة. الله يجزاكم الله خير. الله يسلمك. إذن مشاهدينا تحدثنا مع السيد الساد محمد السادة وهو رئيس قسم الشؤون القانونية بمجلس الشورى، وتحدث كثير من الحديث عن مثلا كيفية توصيل السؤال إلى أحد أعضاء الحكومة من الوزراء المعينين، وكيف يكون الاختصاص أيضا من هذا السؤال لدى الوزير المعين. وتحدثنا أيضا أخوي سيف بعد عن دور الشباب في مجلس الشورى وكيف ممكن أن يحقق الأفكار والأهداف لدى هؤلاء الشباب من تحديات ومن أمال. نعم.
إذن هي مسؤولية كبيرة وعد تقع على الجميع، وهي ويجب أن يكون هناك وعي لدى الجميع. لذلك هي أمور كثيرة ذكرها السيد محمد واستمتعنا في الحديث فيه معا. لكن الآن مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج انتخابات مجلس الشورى، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة غدا بإذن الله. إلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.